السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نستكمل في شابتر 4. كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن السيمبل بايب فلو، وقلنا إنه السيمبل بايب فلو هي بايب واحدة ذات قطر واحد فيش فيها أي تفرع، وهذا طبعا السيستم بيحكم بالنولي إكويشن بشكل رئيسي. وتكلمنا وحلينا مثال أو مثالين عن هذا الموضوع، وطلبت منكم إنكم تحلوا هذا المثال تفصيلي وتطلعوا على إيش الصعوبات اللي بترافق الحل. اليوم حنتكلم عن الكومباوند بايب فلو اللي هي البايبس المركبة. بقول لي في نوعين من الكومباوند بايب فلو، في البايب فلو الكومباوند بايب فلو ان سيريز، وفي النوع الثاني ان بارالل. ان سيريز يعني متتالية، وان بارالل متوازية. ان سيريز ايش بقول؟ لما يكون في عندي تو اور مور بايبس مشبوكات مع بعض، طبعا باقطار مختلفة، مشبوكات مع بعض، نهاية الخط مشبوك مع بداية الخط اللي التالي اللي وراه نسميه هيد تو تيل، بيكون هذه البايبس ان سيريز، يعني الخطوط مركبه زي ما نقول ورا بعض، هذا خط وبعدين بيجي ورا خط، تمام، والخطين مختلفات في الاقطار، ممكن يكون 3 4 5 قد ما بدنا، هذا بايبس ان سيريز متتاليه. وممكن يكونوا مشبوكين تو كومون نودز، يعني الخط هذا هيو وبعدين في عندي خط ثاني مشبوكين، هذه نود عند البدايه وفي عندي نود مشتركه عند النهايه، تمام. فهذا النوع من الخطوط، تمام، بنسميه pipe in ايش؟ pipe in parallel، تمام. لان سيريز بكون الخطوط ايش جايات ورا بعض، مثلا هذا خط قطر واحد بعدين اجى خط ثاني قطر ثاني بعدين اجى خط ثالث مثلا قطر ثالث، هذا معناته هذه pipe in series، تمام، وهذه pipes in زي ما انتم شايفين in parallel. طبعا pipe in parallel ممكن يكونوا خطين او اكثر، يعني هدول كمان pipe in parallel، هذه مثلا ممكن هدول أربعة بايب ان بارالل. طيب ليش ان بارالل؟ ما دامهم مشتركين في نقطة بداية ومشتركين في نقطة نهاية هدول بايب ان بارالل. لو مشبوكين هيد تو تيل، تمام، يعني راس البايب اللي بعديها مشبوكة مع ديل البايب اللي قبلها، هذا بايب ان ايش؟ ان سيريز. هذا بيحكمه خصائص هيدروليكية معينة، وهذا النوع بيحكمه خصائص هيدروليكية مختلفة عن النوع الأولين. حنشوف كيف نحل البايب ان سيريز، وهذا شفناه اصلا في امثله سابقه لكن بناكد عليه، وكيف ممكن نحل الهايدروليك سيستم اللي فيها البايبس ان بارالل. زي ما احنا قلنا لما يكون في عندي ديفرنت بايبس لها ديفرنت دايميترز، تمام، زي ما احنا شايفين هنا في عندي ثلاثه بايبس اللي هم اقطار مختلفه دي 1 دي 2 دي 3 اللي هم اطوال مختلفه ال1 ال2 ال3، وما دام الاقطار مختلفه فبكون ايبسلون على دي مختلف، بكون رينولد نمبر مختلف، وبالتالي الأصل إنه يكون F1 وF2 وF3 مختلفات، تمام. لما يكون هدول البايبس are connected end to end، يعني موصولات نهاية من نهاية، تمام، الناتج بيطلع بايب in series زي ما حكينا. اللي بيحكم هذا السيستم حاجتين، بالنولي equation إنه total head عند A يساوي total head عند B زائد الهيد لوس، وبيطلع في مثل هذا السيستم الهيد لوس يساوي فرق الإليفيشن بين هذا وبين هذا. ليش؟ لأن التوتال هيد عند الـ A هو الإليفيشن لـ A والباقي صفر صفر، والتوتال هيد عند الـ B هو الإليفيشن لـ B لأنه الفيلوسيتي هيد والبريشر هيد هنا بصفر، فبيضل التوتال هيد عند الـ A اللي هو زد A يساوي التوتال هيد عند الـ B اللي هو زد B زائد الهيد لوس، وبالتالي فرق الإليفيشن زد A ناقص زد B يساوي الهيد لوس. فرق الإليفيشن هنا مسمى H أو دلتا زد أحيانا، وعبارة عن زد A ناقص زد A ناقص زد للنقطة B. هذا فرق الإليفيشن يساوي الهيد لوس، كل اللوسز اللي بتصير في الخط هذا ميجر وماينر بسبب الفريكشن وبسبب السادن كونتراكشن والسادن انلارجمنت الانترنس تو بايب الاكزيت فروم بايب، تمام. فكل هذا الهيد لوس، اذا واحده من الهيدروليكس اللي بتحكم هذا السيستم بيجي بيقول السم ذا توتال لوس اوف انرجي ويل بي ذا سم اوف لوسز اوف ايتش بايب بلس لوكال لوسز، يعني السم اوف لوسز حيكون يساوي عبارة عن الميجر والماينر لوسز، وهذا بنعرفه من برنيول إكويشن. كمان بيحكم هذا السيستم إنه الفلو اللي مارك في بايب واحد كيو واحد هو نفسه كيو اثنين هو نفسه كيو ثلاثة من الكونتينيوتي إكويشن. إيش هذا بوفر لي؟ بوفر لي علاقة بين في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة، A واحد في V واحد يساوي A اثنين في V اثنين يساوي A ثلاثة في V ثلاثة. طيب هل شرط إنه السيريز سيستم يكون مكون من تو بايبس أو ثلاثة؟ لا قد ما بدنا، لكن في النهاية الهيدروليكس اللي بيحكم هذا النوع من الكومباوند بايب، تمام، هو واحد انه
بيحكم هذا انه بنطبق عليه برنولي ايكويشن وبيحكمه بنطبق عليه كونتينيوتي ايكويشن وهذا مشروع في الصفحه اللي بعد هيك تمام. عشان هيك هنا ايش بيقول لي؟ بيقول لي بالنسبه للديسشارج بيحكم الكونتينيوتي ايكويشن Q1 يساوي Q2 يساوي Q3 وبالتالي A1 في V1 يساوي A2 في V2 يساوي A3 في V3 وبيحكموا انه برنولي ايكويشن توتال هيد عند الA يساوي توتال هيد عند البي زائد اللوسز مجموع اللوسز توتال هيد عند الA بالنسبه لهذا للتانك مكون من 3 تيرمز توتال هيد عند البي مكون 3 تيرمز زائد مجموع الهيد لوسز ما فيش مضخه فمش حقول سالب الاتش بامب. اذا هذه برنولي ايكويشن بتحكم الانرجي وتوزيعاتها في هذا الهيدروليك سيستم. الان لو كان هذا النقطه A تانك والنقطه B تانك سطح تانك فبكون هذا الترم وهذا الترم بصفر وهذا الترم وهذا الترم بصفر فبضل زد A ناقص زد للنقطه B تساوي مجموع اللوسز اللي انا كنت حكيتها قبل شوي تمام. اذا زد A ناقص زد B يساوي سميشن الهيد لوس يساوي الاتش اللي هنا او يساوي دلتا زد احيانا يساوي مكتوبه هنا. طيب الهيد لوس في مساله زي هذه مكون من ايش؟ من ميجر لوسز اللي هو بسبب الفريكشن في بايب 1 و2 و3 عشان هيك بنيجي بنقول سميشن لفريكشن لوسز من 1 ل3 هنا يعني الهيد الفريكشن لوسز في 1 زائد الفريكشن لوسز في 2 زائد الفريكشن لوسز في 3 زائد مجموع الماينر لوسز. اكم الماينر لوسز عندي في هذه الرسمه 1 2 3 4 عشان هيك مكتوب من 1 ل4. ايش هم الاربعه هدول؟ هم اللوسز تبع الانترانس اللوسز تبع السادن كونتراكشن اللوسز تبع الالارجمنت واللوسز الناتج عن الاكزيت تمام. طبعا اذا فاكرين اللوسز تبع الانترانس لو كان هذا شارب كون نص اللوسز تبع الاكزيت اللي هو هنا لو كان ايش ما يكون شارب ولا غير هذا يكون واحد تمام. الكونتراكشن واللارجمنت هذا له حسبته على حسب اللي تعلمناه في شابتر 3. يعني مثلا هنا في الكونتراكشن بيلزمنا نعرف السرعه V2 السرعه الثانية تمام وبلزمنا نعرف قديش D2 على D1 ونروح على الجدول ونطلع الكي كونتراكشن. الالارجمنت بلزمنا نعرف V1 وV2 وفي معادلة بتحسب الانيرجي لوسز تمام. طيب هل احفظ هذا الكلام؟ لا، انا اللي بدي اعرفه انه كيف بدنا نطبق عشان تحل الهيدروليك سيستم. هنا ايش انا احل الهيدروليك سيستم؟ يعني اوجد اما دياميتر او اوجد الفلو او اوجد الدلتا زد على حسب ايش السؤال ما بيطلب. بلزمنا نطبق معادلتين برنولي ايكويشن بين نقطتين في هذا الهيدروليك سيستم تمام، والكونتينيوتي ايكويشن عشان اوجد علاقه بين في 1 وفي 2 وفي 3 وباستخدام هدول المعادلتين ممكن نحل. هنا احنا رحنا استخدمنا المعادلتين وكتبنا معادلات تفصيليه عشان نقدر نطبق ونفهم هذا السيستم. طيب ايش بيلزمنا اكثر من هيك؟ ولا حاجه. عشان هيك مباشر نروح على الاسئله، وانا عشان بقول لكم هذا الكلام حليناه سابقا. احنا في شابتر 3 في اخر شابتر 3 اللي فات حلينا سؤال 3.9 في صفحه 97 اللي هي هذه الرسمه. فانا قلت لكم احنا خدناها بس ايش هينا مره ثانيه بس بناكد عشان حلينا هذا السيستم ونطلع الدشارج رح نطبقنا برنولي ايكويشن بين هذه وبين هذه. هنا طبعا ما كانش التو تيرمز بصفر، هنا الزد موجود وفي تربيع 3 على 2 جي موجود. اذا عشان هيك بديشك تحفظوا هذا الكلام على حسب خصوصية الحالة كل حالة وإيش فيها. إذا طبقنا برنولي إيكويشن بين هاد وبين هاد وحطينا كل اللوسز من نقطة 1 ل3 وعشان نكمل الحل رحنا قلنا Q1 تساوي Q2 A1 في V1 يساوي A2 في V3 وعملنا شوية إيتريشن لأنه الفريكشن لأنه الفيلوسيتي مش معروفة ففرضنا فريكشن فاكتور وبعدين صلحناهم لغاية ما جبت الدشارج النهائي. وكان هذا سؤال من الأسئلة يعني بده شوية في الحل الحسابي بدها وقت. فنحط لكم اياه هنا، هو محلول حليناه مع بعض، لكن حطيت لكم اياه هنا بس عشان تتذكروا انه احنا حلينا سؤال بايب ان سيريز سابق دون ما ناخذ الكلام هذا اللي احنا حكيناه اليوم تمام. وكان سؤال شويه بده حل لانه كان طالب مين الدسشارج، وانا قلت لكم لما يطلب الدسشارج او الدياميتر بتكون مساله شويه بدها وقت. لو طلب دلتا زد وكان دام كيو معروف كان اسهل زي ما حنشوف في المثال اللي هو حاطط لي في صفحه 109 في الكتاب في اكزامبل 4.1. طبعا لو بدكم الحل ممكن ترجعوا بالتفصيل على الكتاب. خلينا نقرا احنا الحل ونحاول نحل مع بعض كل السيستم تبعنا. تو نيو كاست ايرون بايبس موجودات ان سيريز كونكت تو ريزرفوارز. زي ما انتم شايفين في عندي ريزرفوار A في ريزرفوار B موجود تو ديفرنت بايب
بايب واحد واثنين موصولات زي ما انتم شايفين هيد تو تيل ومشكلات سيستم في تو بايبس ان سيريز بوث بايبس كل بايب رقم واحد واثنين طولها 300 ملي متر اسف وقطر البايب الاولى 0.6 قطر البايب الثانيه 0.4 يعني دي 2 على دي 1 يساوي 4 على 6 يعني 2 على 3 The elevation of water surface in reservoir A مقداره 80 The discharge of 10 degrees Celsius water يعني المية هنا الفلويد اللي هنا هو عبارة عن مية درجة حرارة 10 درجات عشان نجيب الكينيماتيك فيسكوسيتي اللي بتلزم في رينولد نمبر والديسشارج هذا اللي ماشي بين بايب واحد واثنين معلوم يعني خلاف مش زي السؤال هنا السؤال كان أصعب اللي حلنا سابقا أصعب من حنحله اليوم هنا كان الديسشارج مجهول هنا الديسشارج معلوم وطالب فرق الإليفيشن Find the elevation of surface of reservoir B بده زد للنقطة B طبعا احنا عندنا زد A لو حسبنا الهيد لوس او لو عرفت الدلتا زد حقدر اطلع زد للنقطة B Assume sudden contraction تمام في عندي هنا بنفترض sudden contraction والconnection هنا وهنا square edge entrance and exit وبالتالي هذا اللوسز تبع الفاكتور تبع نص في تربيع 2G وهذا طبعا بغض النظر على الconnection لانه exit حيكون واحد في تربيع 2 على 2G طيب بدنا نحل عشان نحل مرة تانية بس أنا بدي أعطي هنا نفكر مع بعض قبل ما نروح الصفحة هذيك إيش عندي بدي أطبق برنولي إيكويشن بين نقطة A و B تمام ولما نطبق هنيجي نقول التوتال هيد عند الـ A يساوي التوتال هيد عند الـ B صح زائد كل اللوسز بين A لغاية ما نصل لـ B التوتال هيد عند الA مكون في تربيع A على 2G 0 زائد BA على 2G 0 بضل إيش فيها ZA اللي هو 80 يساوي التوتال هيد عند الB VB على 2G 0 PB على 2 على رو في G 0 زائد ZB اللي هو بده إياه تمام طبعا ممكن نحط هنا إيش في الأول ZA وبعدين نعوض عن 80 لما نيجي نشتغل زائد كل اللوسز ايش اللوسز اللي عندي عندي HF1 عندي HF2 يعني اللوسز في بايب 1 اللوسز في بايب 2 عندي اللوسز بسبب الانترانس تمام عندي اللوسز تبع السادن كونتراكشن هذا وعندي اللوسز تبع الاكزيت هدول ثلاثة لوسز زائد هدول زائد هدول زائد زد بي يساوي زد اي الآن الزد اي من هذه ناقص زد بي اللي هو دلتا زد اللي هو نفسه اتش ال يساوي كل اللوسز عشان هيك هذا الاتش ال ليش هو مسمي هذا المفروض نحط احنا رسمين نحط دلتا زد لكن هو على حسب برنولي ايكويشن بيطلع في هذه المسألة يساوي الهيد لوس تمام هاي دلتا زد زد اي ناقص يساوي هدول كلهم هدول كلهم ايش هم الهيد لوس تمام الآن إحنا عشان نجيب دلتا زد ومنها نجيب الزد بي تمام لأنه زد اي معروفة لازم نحسب هذا الكل وهذا اللي إحنا بنشتغله في الحل إذن زد اي ناقص زد بي طلع يساوي مجموعة الهيدلوس الهيدلوس يساوي HF1 زائد HF2 زائد الانترنس لوسز والكونتراكشن والإكسيت تمام الهيدلوس هذا هاي بدنا نحكي فيه تفصيلي F1 في L1 على D1 في 1 تربيع 2G F2 في L2 على D2 في 2 تربيع 2G losses في pipe الفريكشن losses في pipe الأولى زائد الفريكشن losses في pipe الثانية زائد K في V1 تربيع على 2G هنا نضرب في مين لما يعني بدك الانترانس هنا الفيلوسيتي اسمها V1 هنا الفيلوسيتي اسمها إيش V2 انتبهوا هنا هذا عبارة عن إيش عن K في V1 تربيع على 2G K entrance هنا هذا بيكتب على شكل K في السرعة الأكبر لو رجعته على اللي هي مين سرعة في البايب الأكبر الأضيق ذات القيمة الأكبر على 2G هذا K entrance وهنا يكتب بدلات السرعة اللي داخلة اللي هي K exit في V2 تربيع على 2G تمام عشان هيك هنا مكتوب K exit V2 تربيع 2 هنا K contraction في V2 تربيع 2G و K entrance في V1 تربيع 2G طيب عشان نحل بدنا الكيز وبدنا V2 و V1
وعندي الواحد ودي اثنين الاثنين ودي اثنين والواحد ودي واحد، ضايل بدي احسب اف واحد واف اثنين واشوف اني بقدر اجيبهم ولا لا. طيب الال والال 300 دي واحد ودي اثنين، واحدة بوينت ستة والتاني بوينت ايش؟ بوينت اربعة. في واحد وفي اثنين هدول بيلزمونا منجيبهم كل بساطة في واحد من كيو على ايش؟ على اي واحد، وفي اثنين بتنجاب من كيو على ايش؟ على اي اثنين. تمام، هاي في واحد تساوي كيو على اريا واحد وكيو عندي، وفي اثنين يساوي كيو على اريا اثنين وكيو عندي، واحدة بتطلع واحد بوينت سبعة سبعة، واحد تقريبا اربعة. اذا صار هذه معلومة وهذه معلومة وهذه معلومة وهذه معلومة وهذه معلومة، والال والال والدي والدي معلومات. ضايل هدول، هذه بسيطة، قلنا sudden contraction بتطلع النص، هذه واحد، هذه بدنا نروح الجدول، عشان نروح الجدول بدي في اثنين وبدنا دي اثنين على دي واحد. تمام، هاي الجدول حاطط لك اياه هنا، بدنا دي اثنين على دي واحد، دي 2 على دي 1.4 قلنا ثلثين يعني 0.67، يعني بدنا نعمل انتربوليشن بين هدول الرقمين. عند سرعه تقريبا 4 3.98، يعني برضه بدنا نعمل انتربوليشن بين 3 و6 في هذا المكان، يعني بدنا نعمل انتربوليشن بين هدول النقاط، بين هذه وبين هذه وبين هذه وبين هذه، وبعدين بين النتيجتين اللي بيطلعوا عند بوينت عند 4 متر بير سكند تقريبا. لو عملنا العمليه هذه بتطلع الكي سي تساوي 0.21، بدكم تعملوها دبل انتربوليشن. طيب اذا جبنا هذه وهذه معروفات، ضايل نجيب وكي سي جبناها من الجدول، ضايل اطلع عشان اخلص كل هذا الكلام اقدر اجيب الهيد لوس، والهيد لوس يساوي زد اي ناقص زد بي، لازم اجيب اف واحد واف اثنين. طيب نتذكر اف واحد واف اثنين ايش بدها؟ بدها ابسلون على دي واحد، وبدنا رينولد نمبر واحد. تمام، رينولد نمبر واحد هو يساوي في واحد في دي على الكينيماتيك فيسكوسيتي في اي دي، دي واحد طبعا. وبدنا اف اثنين، اف اثنين بدها رينولد نمبر اثنين، وبدها ايش؟ ابسلون على دي 2، وبدنا رينولد نمبر 2 اللي هو في 2 في دي 2 على الكينيماتيك فيسكوسيتي. فهذه بدنا اياها وهذه بدنا اياها. طيب هل كل هدول معلومات ولا لا؟ ابسلون قال لي كاست ايرون بايب، فالابسلون بتطلع 0.26 ملم. دي 1 ودي 2 معروفات، هاي دي 1 600 ملي ودي 2 دي واحد طبعا، ودي اثنين هذه مش دي واحد، هذه دي اثنين اسف 400 ملي. تمام، فابسلون على دي واحد عندي، ابسلون على دي اثنين عندي. تمام، صلحها هذه، ابسلون على دي اثنين عندي، ورينولد نمبر واحد ورينولد نمبر اثنين عندي، لانه في واحد ودي واحد وفي اثنين ودي اثنين، والكينيماتيك فيسكوستي عند 10 درجات مئويه موجودات عندي، كله معلوم. معناته بقدر احسب رينولد نمبر 1، بقدر احسب رينولد نمبر 2، معايا ابسلون على دي، ابسلون على دي، بروح على مودي تشارت او بحل كل بروك وايت فورمولا وبجيب اف 1 وبجيب اف 2، وقلنا بدقه 3 ارقام بعد الفاصل. اصبح الان اف 1 اف 2 معلومات وكل شيء معروف، بنعوض بنجيب مين؟ الهيد لوس. اذا جبنا الهيد لوس معناته صار زد اي ناقص زد بي، يعني صار هذا الكلام، هذول كليتهم جبناهم، صار زد اي ناقص زد بي معلومة. تمام، وبالتالي بيطلع زد بي تساوي، لانه عندي زد اي موجودة، فبتطلع 66.64 متر. طبعا هذا السؤال كسؤال، لانه ما فيش فيه اتريشن في الاف. ليش ما فيش فيه اتريشن في الاف؟ لانه قدرت اطلع مباشر معايا الكيو، قدرت اطلع مباشر معايا دايميترز، قدرت اطلع مباشر رينولد نمبر ابسلون على دي، فاسهل من السؤال اللي حليناه احنا في شابتر 3 اللي كان بده اتريشن في الاف، يعني عشان اقدر اتاكد من الاف المفروضه رحنا عملنا اتريشن واحده والثانيه تقريبا والثالثه ماكسيمم، بحيث انه تقريبا بصير في عندي المفروض زي اللي نحط زي الاسيومد زي المحسوب. اسف. تمام، فالمساله زي ما قلت لكم في البايب ان سيريز بنطبق حاجتين، بنطبق برنولي ايكويشن. تمام، اللي هو التوتال هيد عند الاي يساوي التوتال هيد عند البي زائد الهيد لوس، مجموع الهيد لوس ناقص الاتش بامب. هل هجيت هذا يكون زد اي وهذا يكون زد بي او لا، والتيرمز بتروح ولا على حسب الحاله؟ هنا راحوا، لكن قبل شوي في السؤال تبع المره اللي فاتت اللي كان بيطلع في الهواء مثلا في تربيع بي على 2 جي ضلت موجوده. تمام، وهل موجوده المضخه ولا مش موجوده؟ على حسب الحاله. تمام، وبنطبق الكونتينيوتي ايكويشن انه الكيو تساوي كيو،
كيو مثلا واحد يساوي كيو اثنين، كيو يساوي كيو ثلاثة، بحيث انه ايش هدول تطبيقهم بمكنني من ايجاد المجهول اللي هو ايش، قد يكون الهيد لوس او الدلتا زد، تمام، قد يكون الفلو، قد يكون احد الدايميترز. طبعا يمكن في الدايميترز هنا بده ايش، بده شوية شغل زي ما قلت لكم، الفلو بده اقل شغل، واسهل اشي المباشر ان يكون طالب دلتا زد او زد واحدة منهم او يطلب الهيد لوس. انا بدعوكم طبعا بعد هذه المحاضرة انه تروح للكتاب، طبعا تقروا محاضرة بالتفصيل، وتروح تحل مثال، تقرأ المثال المحلول، ياريت تحلوه قبل ما تبدو تجربه، اللي هو مثال 4.2 و4.3 في الكتاب. المرة الجاية طبعا هناخد الـ equivalent pipe in series، تمام. الله يعطيكم.